في نوع منه ما ذكرتوش خالص. يعني بص المفاجآت بقى النهارده. اولا النهارده هنتكلم عن تجميل الانف، بس كتجميل انف صحيح. مش لازم تجملي انفك او تجمل الانف عندك، ان انت ممكن يكون مثلا بتلعب في خلقه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ممكن يكون في اصلا ديفو مكان حادثه، ممكن يكون حد مولود بمشكله معينه في الانف. في اصلا تجميل انف صحي، يعني بيكون تعب مثلا في اعوجاج داخل الانف، فالتنفس مش طبيعي، فبنضطر ان احنا بنفتح نجمل ده، فلازم هتجمل بالمره. حاجات كتير قوي لتجميل الانف. كمان النهارده هنتكلم بقى عن التجميل اللي اول مره اتكلم عنه في برنامج الطبيب وبكل صراحه، وهو الاذن الخفاشيه. دايما بنلاقي ناس يعني هي مشهوره قوي بالاذن المطرطقه، بيقول لك ودانه مطرطقه بمعنى اصح يعني، او بالبلدي باللغه العاميه بتاعتنا. بتضايق ناس كتير جدا. الموضوع سهل وبسيط قوي. اللي هيعمل بقى العمليات دي طبعا انا سعيده ان هو موجود معايا النهارده، يعني دكتور جميل وبيخلي كل حاجه جميله، والناس اللي بتروح تعمل عنده العمليه بتبقى خارجه مبسوطه، والنتيجه بتكون اصلا يعني غير متوقع. يعني حتى لو قال لك النتيجه هتبقى 80%، انت بتلاقي حاجه 100% وهايله، بيبقوا مبسوطين بطريقه. لما بيجوا يحكوا لي انا ذات نفسي ببقى بفضل اقول له وريني الصور عشان انا كمان انبسط. خليني بقى اقول له انا بشكرك على وجودك معانا دكتور محمد احمد زكريا، اخصائي الجراحات التجميل بعيادات ياس كلينك، رئيس قسم التجميل بالتامين الصحي مدينه نصر. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. الجميل واللي ابتسامته حلوه، ده اللي بيبقى قاعد معانا كده، عارف انت واثق من نفسه قوي كده. اقل حاجه عندنا. انا قولي كماري. تمام. عايزه ابتدي بالاذن الخفاشيه. حلو. صح؟ جميل. لانها مشكله بتضايق ناس كتير. اكيد. وبصراحه بتضايقني انا لو شفتها في حد، بصراحه ببقى أكيد. عايزه اروح اقول له اعملها، يعني تمام. مش عيب على فكره. بصي، هو الاذن الخفاشيه هو يعتبر من اللي بنسميها العيوب الخلقيه، اللي هو البني ادم اتولد بيها. دايما بنلاقيها اكتر في الاطفال ما قبل سن دخول المدارس. ده احسن وقت ان الناس يجوا يبتدوا يعملوها. ليه؟ الاطفال بطبعهم هم صغيرين بيحبوا يضايقوا بعض اي حاجه. صح. اوكي. فدايما دايما بيجي لي في العياده بتاعتي اهالي العيانين والاطفال تلاقيهم واخدين جنب. فاول ما بيخش بفهم ودانه طالعه بره، فبيقول لي يا دكتور محمد انا ابني او بنتي بيتعرضوا لتنمر في المدرسه. يا ابو ده مطرطقه، ودانك شبه ما اعرفش ايه. طبعا الموضوع بالنسبه لهم نفسيا في السن ده وحش. هل بس موجود في السن ده؟ لا، موجود في الكبار. فتلاقي مثلا بنوته في العشرينات او يعني في اول العشرينات ما بتعرفش تربط ديل الحصان، دايما منزله شعرها. أيوة. على صح. ودنها. صح. عشان خايفه انها لما تيجي تربط ديل الحصان تلاقي الناس يضايقوها بسبب ودنها. وخلينا صراحه، هو مش الناس بس اللي بيضايقوها، هي بصراحة هي نفسها برضو. بيبقى الواحد شكله حلو أمور وهي شكلها حلو، حتى لو الوش ملامحه طبيعية، مش لازم يبقى الواحد قمر يعني. أكيد. بس أكيد. هو أنا ذات نفسي لو أنا قاعدة دلوقتي، بس هو شعري عشان معمول مش عارف أعمل دي، لو عملت وداني كده هتلاقي شكلي اختلف وبقى اختلف مش حلو بصراحة. وهيبقى ملفت، هيبقى ملفت للنظر حتى. أنا يعني متهيألي عملية تجميل دي هي ما فيهاش مشكلة للنفسية. يعني هي لا ليها شق فانكشن، يعني مش وظيفي، ما فيهاش شق وظيفي. يعني العين بيسمع عادي جدا، فيش مشاكل خالص في اي حاجه تانية غير مجرد ان الودان شكلها ملفت للي حواليها، شكلها ملفت ليها. انا اذا شكلي غريب، انا وداني ما طالعه بره كده ليه؟ طيب نشوف صوره بقى، وصوره لطفل برضو اهو. دي بنوته جميله. زي ما انتم واخدين بالكم في الصوره الاولانيه ودانها، شوف طالعه بره ازاي. الصوره الثانيه هي مش باينه، اللي هو انسان طبيعي وشه، مش لازم الودان تبقى باينه. فهي بالزبط. عشان كده الصوره الثانيه ودانها عشان اتلمت، ملمومه حلو. في صور ثانيه برضو لو نجيب، هذه برضو انت حتى شايفه تعبيرات البنت. في الصوره الفوقانيه شكلها طبعاً. زعلانه مبسوطة. في الصوره التحتانيه بعد ما عملنا عمليه، هي من ساعه ما عملت عمليه كده صوروني واخلصوا في الاخر، الله ايه الحلاوه دي. لا مبسوطه يعني، هي حتى لما شافت الصوره اتبسطت جدا، ضحكت يعني. نفسيا الولد ده بقى يعني قصته جميله جدا. انا فاكره كويس قوي. الولد ده جالي هو وباباه ومامته واخته الصغيره. حلو. فاخته الصغيره يعني باباه بيقول لي الولد على طول اصحابه بيضايقوه، فانا قلت له اكيد اخته الصغيره بتضايقه. قال لي بالعكس، اخته الاصغر منه بتروح تضرب
صحابه أوبته. عشان بيضايقوه. ايوه كده شاطره. لا شاطره صراحه، انا انبسطت بيها جدا يعني. بس مش بحقيقة تضرب، تدافع عن اخوها. لا لا هي يعني ما كانش عشان ما تسلطش حد عن الضرب، بس تدافع عن اخوها. لا 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 جميله جدا. وحتى في اول مره جات لي اهي، ده برضو صوره من ورا، شايفين الودان رجعت ازاي وطولت واخدت شكل طبيعي جدا.